اشوفه شوف تقول ذا نشوفه ما شاء الله ما شاء الله لا قوه الا ما شاء الله وش هالزين شوف امدح انا ما انا بنقد انا وش ما انا بقول اقول وش هالزين يحس انا شفت الحين انت هل السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال مدير؟ الحمد لله. بالله عطنا واحد شاورما بدون دجاج ها؟ الطريقة الصحيحة للتعامل مع هذا المخلوق الجميل. تمسكه بهذه الطريقة. تأكد إنه فيه كاتشب هنا شوية بس. وتحط عليه شوية كاتشب. شواية الخليج ده قسم بالله عشق، يعني عادي جدا اخذ ساعتين ثلاث ساعات في الطابور حقه بس عشان ربع حبة. انا اليوم بصراحة بما اني مالي نفس تعبان طلبت شيء خفيف، طبعا هذا جمبري وهذا لحم وهذا تندوري وهذا دجاج، لا سمك. شلون تحافظ على شرايين قلبك؟ أول شيء تنسى المقالي وأي شيء مقلي. تحرص على التخفيف من الضغوط النفسية بقدر المستطاع. تحرص على النوم الكافي يومياً. تحرص على الرياضة 5 أيام. لما تشوف شخص أنت من زمان مو شايفه وسمن أو متن، ما له داعي تروح تقول له يا فلان أنت شنك سمنت أو خير متنت. صراحة بعد العيد قررت ان ارجع للدايت، طلبت شيء خفيف، بيتزا، جبن، شاورما صغير. اخذ راحتك بالسويت بعد ما غذيت جسمك التغذية اللي تكلمنا عنها بالبداية، وبكذي تكون سويت رجيم صحي متوازن مشبع، ومع ذلك ما حرمت نفسك من ولا